انا الجرام جامع، انا خد ضحيه الجرام الحسين، نهار 2/29 في شهر 2 مع 10 ديال الصباح مشينا للمحكمه، قالوا لنا الجلسه ما تبدا حتى الوحده، مع الوحده دخلنا للجلسه، جابوا خويا متهم وقف قدام الرأي، شنا عينيه طيحات بجوج زرقين، شنا الدري متالف ما عقلت على حاجه، فقدنا الوعي ديالنا. سولوا الرئيس المحكمه قال لي مالك، قال لي طيح على الموطور، وهو ما طيحش على الموطور، راه كان في الضابطه القضائيه 48 ساعه وبعد تقدم عند سيدنا نائب الوكيل الملك وشافوا ما فيه لا ضربه لا والو. نهار 2 كنتفاجئوا بخويا عينيه زرقات ومدقدق ويديه منفوخات. ملي داوه هزاتو السياره ديال الشرطه، داوه للسجن، مشينا للسجن بقينا نبغينا نشوفوا السيد المدير، نشوفوا خونا مالو جارو ليه. دخلوني عند المدير، جلست عندو، جابوا لي خويا، قال لي المدير بالما يجيبوا خويا، قال لي خوك واش كان كيعمل التخدير؟ قلت لهم لا، خويا مدمن على الشراب. قال لي راه كيضرب راسو مع القريه، راه كيضرب راسو مع القريه ويديه مع القريه. قلت له سعاده المدير هو يجي خويا، قلت له سعاده المدير الا كان خويا كيضرب راسو مع القريه راه خاصو يكون مجروح من جبهته، يكون مجروح ويكون مجروح من راسو. قلت له سعاده المدير خويا عينيه زرقات، عينيه زرقات، شو عنقو؟ قلت له سعاده المدير، قال لي خرج برا يموت تلموت. قلت له سعاده المدير واش هاد ليد كضرب القريه ولا مينوطات هادو؟ سعاده المدير قال لي خرج برا، خرج برا، حيدو ديو هذا يموت. قال لي يموت تلموت، خرج برا من قدامي ضرب وجهك. وخرجت، مشينا عند السيد اللي كينوب علينا استاذ المحامي الدفاع ديالنا، قلنا له يطلب لينا صراح مؤقت خويا، درنا الصراح المؤقت، وافقت لينا المحكمه، عطاتنا الصراح اليوم اللي هو يوم الاربعاء. مشينا لحقنا الصراح، عطاونا الدرجنا من السجن دوزناه للمستشفى الاقليمي، مستشفى الحسن الثاني بخريبكا. ها الشهاده الطبيه عطانا طبيب فيها 60 يوم فكوكا وقابله للتجديد. وهايدين الدري مهرسين بالراديو بالكليشي ديال الراديو وعدنا، وشهادة طبية كتبت بأن اليد مهرسة ديال السيد يد خويا راه مهرسة بشهادة طبية وبالكلينيك ديال بالكليشي ديال الراديو. درنا الراديو عطاتنا اليد مهرسة، وصورتو عاد الصوار حجاج درناه معانا. واليوم كان ناشد سيدنا الله ينصرو جلالة الملك محمد السادس الله يطول العمر ديالو، كان ناشد، وكان ناشد السيد وزير العدل، وكان ناشد السيد وكيل الملك، وكان ناشد السيد الوكيل العام للملك باقليم خريبكا باش ينصرنا ويبين لنا حقنا. خويا كيقول لك هاد السيد اللي ضربوه اسمه رشيد، وقادر نجبدو وسط عشرات الناس، ديه وديروه ليا وسط عشرات الناس نجبدو، وداليه الساعه ديالو يكدير مليون و200. والسلام عليكم، والله ينصر سيدنا.